الآن نذهب وإياكم إلى المثنى. منذ 3 أشهر تقريبا انطلقت حملة حكومية لمصادرة الدراجات النارية وربما اعتقال صاحبها. مواطن من المحافظة يأمل موظفا في دائرة المياه سجل مقطعا لمظلوميته أو ما يسميها مظلومية، يتساءل فيها عن أسباب هذا القرار، وهل أن من لا يستطيع شراء سيارة ويعتمد على الدراجة النارية بسبب ضعف الحال ماديا هل يكون عرضة للملاحقة ودفع الغرامات؟ تعالوا نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى قيادة شرطة محافظة المثنى المحترم، إلى القائد المحترم، أنا عندي دوام بدائرة الماي مال قضاء الخضر، مشغل مال مشروع، دوامي شفت ليلي، طلعت ورا الفطور رايح للدوام، تلقتني مفرزة للنجدة، أخذوني، قلت لهم أنا داوم وعندي دوام مشروع، طبعاً عندي دراجة دبانة، قالوا صعدها بالبدي. راحت خذونا للمركز سجنوني وخلوا الدراجة بالقراج، واليوم رحت لهم هسه الدنيا الظهر رحت لهم قالوا لازم تدفع غرامة 30,000 للمرور إجراء مخالفتك لأن طلعت بالليل دوام زين وتخلص لا باكر ذا لزموك وهم رايح للدوام هم تدفع 30 زين أنا أجور يومي 7,000 دينار بالشهر 250,000 وهل بعيدين ولو مو بعيدين ما خليت لي ذبانة ولو عد فلوس ما خليت لي ذبانة زين هسه ما عندي أنا أدفع مثلا 30 راح تتراكم عليك باليوم 2,000 بالقراج ومن من تستقرض ال30 وتدفعين تلقى هم 30,000 عليك مال القراج زين بهاي الحالة شلون من الناشد وين نروح وين نشتكي.